العمل في هذا النظام من 2021 مزيان، ولكن الاستفاده ديال التعويض عن الاطفال وعن فقدان الشغل من 2023 24. تنشوف بانه قلتي ماشي بحال التامينات، بالفعل ماشي بحال التامينات، ولكن تنشوف بانه عمليه عن شو تقنيه. 2021 عندكم 7 مليون تقريبا ديال الاجراء، الغير اجراء 7 مليون، باش غيستافدوا هاد 7 مليون خلال هاد السنتين فقط من هاد الشيء ديال لامو. اذا 7 مليون لا درتي لهم واحد النسبه متوسطه ما بين هذيك 300 درهم، تنحسبها انا تقريبا عطاتني واحد 1500 ديال المساهمه، جمع الحساب ديال 7 مليون. اذا غيتجمع واحد السنتين من 2021 الى 2023. اذا هذا ماشي نظام اجتماعي ديالنا، ولكن نظام تجاري نقولوا بهذه العباره. انا تحسب معك تقنيا دابا، وهذاك الشيء الهضره اللي تقول 2021 7 مليون ديال التصريحات اللي غتكون، غيستافدوا فقط من لامو، ما يستافدوش من الاطفال، من التعويض عن فقدان الشغل. إذا تنشوف بأنه العملية أو النظام هو مزيان، ولكن الطريقة ديال باش نحطوه وباش نمشيو به ماشي هو هذاك، فيه إشكال. ثانيا الناس الآن ما جاتهم ضريبة وهم واصلين 60 سنة، كيفاش غادي يستافدوا من هاد اللي كتقولوا التقاعد والمساعين؟ هم وصلوا 60 سنة وهم دابا جاتهم الضريبة خاصهم 1500 درهم. الناس اللي كبروا خصني نشرح لنا كيفاش غادي يستافدوا هاد الناس وهم راه وصلوا 60 تقاعد. كاين واحد العدد من الناس دابا اللي هما بقاو كيهضر على ذاك الطابلو اللي خرج في القانون المالية ديال 2021، هضر على الفئة الأولى والثانية في الطابلو، رغم أنه اليوم اللي حاصل لنا حنا هو انه الجميع راه هو في الطابلو في الرقم 4 والرقم 5، لان كاينين هاد الفئه. حنا اصلا كان اشكال في الاول ديال طريقه الاحتساب ديال الضريبه، هنا في كاين الخطا ديال التنزيل، لانه ما كانش حوار في هادشي. ملي كتقول لهم علاش اعتمدتوا هادشي، كيقول حنا نعتمدوا على هادشي اللي كان قبل مزيان، ودابا غنعتمد على التصريح ديالك. وحنا كنعرفوا هاد الفئه واحد العدد كبير، وهذا الشيء راه تاكدوا لنا الضريبه بان هاد الناس الفورفي اللي معنيين بهذا الشيء واحد العدد كبير منهم اصلا اليوم ما غيقدرش يمشي يصرح، وما غيصرحش علاش؟ لانه كتلقاه كتسال 20000 درهم 30000 درهم 40000 درهم، ماشي هو ما بغاش يخلص، لانه هو اصلا ما كانش يعني تمارست عليه اصلا هذيك المعطيات القديمه، تراكمت عليه ما حلهاش وخلاها هكاك. بمعنى انه كان من المفروض، وكنتمنى المدير العام ديال الضرائب قال بانه كاين شي كاين عنده حق الاجتهاد من طرف الحكومه تكلف باش يحل هذه الاشكالات، كي خاص تكون اعفاءات لهاد الناس، لان الهدف ديالنا شنو هو؟ الهدف ديالنا هو اننا ننجحوا هذا المشروع، هو ان اغلبيه من هاد 22 مليون كلها تدخل الحمايه الاجتماعيه باش البلاد ديالنا تزيد، لان هذا اكراه كبير كنعيشوا حنا كاملين، وبالخصوص هذه الفئه هذه. بمعنى ان الا ما كانش الاعفاء ديال هاد الناس اللي متضررين، نعتبروا حنا التعسف ديال الحكومات او ديال الضريبه، لان كتلقى واحد في واحد الشارع كيخلص 6000 درهم او 5000 درهم ديال الضريبه، وحداه واحد كيخلص 1500 درهم. شنو هو المنطق؟ واليوم كتجي كتقول لي طريقة الاحتساب هي دخل ديال المرة اللي فاتت، يعني لاباطون ديال المرة اللي فاتت، بمعنى أنه ما كاينش عدالة ضريبية. أجي نجلسوا للأرض بعدا هو الأول نتفقوا، لأن نتفقوا على الأرضية ونوضوا نخدموا عليها كاملين، وما نمشيوش اتجاه ديال المشاريع اللي كانت فاشلة، لأن اليوم يقود هذا المشروع جلالة الملك. بمعنى حنا مسؤوليتنا هي التنزيل ديال هذا الشيء بطريقة سلسة، ونصمتوا فيها لهذ الفئة، لأنها راه ما غتقدرش حتى تتواصل مع الناس، حتى ملي كيمشيو عند المسؤولين كيصعب انك تتواصل مع واحد الفئه، لان كل مدينه حتى الموارد البشريه ديالها ما غتقدش يعني تحاور مع هذه الفئه كامله. بمعنى ان باش نخارطوا حنا كاملين،
كمنتخبين كمجتمع مدني كيخص على الاقل تعطانا اشارات ديال ان راه بغينا بالفعل يعني الجميع يستفد من هاد من هاد الحمايه الاجتماعيه. كاينه العداله الضريبيه كيخص تحل المشكل ديال هذا الرقم واحد باش نقدروا لنا. وكاين مساله اخرى اساسيه، اكبر خطا دارت الحكومه هو انها ربطات الضريبه بالحمايه الاجتماعيه، وده حرام عيب ما خصوش يدار. وكانت النيه عند الحكومه انها تنجح المشروع كانت تفرق ما بيناتهم، علاش دخلنا لهذا الشيء؟ سير تخلص عاد اجي تستافد. كان الدرب المقلوب نبقاو غاديين بالطريقه اللي حنا غاديين بها، ما كاين اشكال، ونديروا لهذه الفئه والطريقه ديال التجميع. حتى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا ما قادش انه يتخلص من عدد الناس مباشره وبغى تجي نديروه على طريق البنك، نديروه على طريق اي حاجه، غير دار البوابه كما درتوها ولا تمشي تادي داك الواجب كما كنديروا دابا السيارات، الضريبه ديال السياره ماشي بالضروره انه يمشي للسيرفيس ديال ملي يخلص، يعني ولا دار الضريبه كيمشي للبنكا ولا كيمشي لهذوك لهذا وتخلص وما كاينش اشكال. كنا بالفعل اليوم ثقوا بيا كنا 25 مليون اللي كنهضروا عليها كانت بالفعل اليوم غتكون مصرحه. كنت كنتمنى ان تكون الجرأه عند الحكومه وعند الناس ديال الضريبه يصرحوا ويقولوا لنا الحقيقه، لان احنا بغينا بصح يقولنا الاكراهات اللي كاينه. قلنا شحال من واحد باقي ما خلصش الضريبه، واحد 3 سنوات او 4 سنوات. والمصيبه والطامه الكبرى هو انه حنا السنه هذه ديال كوفيد وهذه السنه الاخرى راه الناس غارقين، راه كاين اللي عنده ناقص 60000 درهم، كاين اللي عنده ناقص 70000 درهم، يعني كاين اشكال. كيفاش بغينا ننجحوا هذا المشروع هذا؟ الناس باقي الحمايه الاجتماعيه، ما كاينش شي واحد اللي ما مريض، كاين شي واحد اللي ما عندوش المصيبه في العائله ديالو، يعني الجميع فرحان لهذا المشروع. ولكن فاش تجمعات شي مع الضريبه ولات الامور شي شويه. هذا ماشي ضد ان الناس تخلص الضريبه، بالعكس نحفز الناس تخلص الضريبه، هذا يكون في حدود المعقول وفي حدود اللياقه اللي يخلينا على انه ننجحوا هذا المشروع هذا. وشكرا لكم الانتباه.